أهلا بكم في ترند. توقع مسلسل ذا سيمبسونز الكرتوني الكوميدي الشهير والمثير للجدل انتشار فيروس كورونا قبل 27 عام في ظاهرة غريبة مرتبطة بالمسلسل حظيت باهتمام كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان نجوم المسلسل في ذلك الوقت يتحدثون عن تفشي فيروس اسمه أوسكا فلو في بلدة أمريكية بعد أن قدم إليها من اليابان، وكان المسلسل قد تنبأ بالعديد من الأحداث بشكل مريب. Please don't tell the supervisor I have the flu. I've been working with a shattered pelvis for 3 weeks. Oh, my juice looser is never gonna come. Hey, Dad, this came for you in the mail. Woohoo! Mother, get an extra special hug ready. I bought you a new juicer. Good Lord. الطفلة ليليان تبلغ من العمر 4 أشهر، بعد فترة من ولادتها تبين أنها لا تحرك أطرافها بشكل صحيح، بعد تشخيصها تبين أنها مصابة بورم سرطاني في الدماغ ممتد إلى الحبل الشوكي، لم يكن هناك حل إلا العلاج الكيميائي، ونجح العلاج معها بعد 3 أسابيع وتخلصت من السرطان تماما ولله الحمد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها بشكل كبير خلال هاليومين. تصدر وسم ريميني في مواقع أو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفي هذا الوسم العديد من الصور المعدلة بطريقة جميلة، وكل ذلك بفضل تطبيق ريميني، بحيث يقوم بتعديل الصور ذات الجودة السيئة أو المتضررة أو حتى لو كانت ألوانها قديمة وتعود إلى سنين طويلة، وتتحول بالتطبيق لصور ذات جودة عالية. نشرت العديد من المواقع والحسابات الإخبارية عن رصد مكافأة مالية غريبة من نوعها من قبل السلطات في إندونيسيا لأي شخص يستطيع تخليص تمساح من أزمته المستمرة من 3 سنوات بسبب التفاف إطار دراجة نارية حول عنقه، مما دفع المسؤولين أخيراً إلى طلب المساعدة علناً قبل أن يتسبب هذا الإطار في وفاة التمساح. مقطع انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان بكثرة وبمشاهدات تفوق 7 ملايين مشاهدة لقندس في حديقة حيوان في اليابان، وجد كمية من الجزر فالتقطها وحملها لعائلته لكي تأكل معه. طريقة مشي القندس المضحكة كانت السبب في انتشار المقطع. متابعة. ذكرنا في حلقة سابقة أن تطبيق واتساب لن يعمل في العديد من الهواتف مع بداية عام 2020، وهذا بالفعل ما طبقته واتساب اليوم، فقد تفاجأ عدد كبير من مستخدمي التطبيق أصحاب الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة برسالة سوداء عند فتح التطبيق تقول أن واتساب لا يدعم هذا الهاتف وتنصح بالانتقال لهاتف آخر. وبكذي نكون مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، إلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند، إلى اللقاء.